هي مناسبة كذلك لدعم السلسلة في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر للتنمية الفلاحية على الصعيد الوطني، واللي كتعطي لهذه السلسلة واحد الأهمية قصوى اللي كنعرفوها بأن السلسلة كتلعب واحد الدور في العالم القروي وعلى الصعيد الوطني فين ما كاين يعني في كل الأقاليم ديال المملكة كاين زراعة ديال الحبوب، واللي عندها واحد الدور لا بالنسبة للسيادة الغذائية ديال بلادنا ولا بالنسبة يعني الأعلاف ديال الحيوانات، وبهذا كتلعب واحد الدور مهم في إنتاج والاقتصاد ديال الإنتاج الحيواني. فإن شاء الله المستقبل عندنا أهداف جد مهمة في إطار ديال الجيل الأخضر باش نرفعوا بالإنتاجية أولا ونعزوا التنظيم ديال المهنيين، وكذلك نحسنوا التثمين وندعموا التثمين والسافلة ديال هاد السلسلة بصفة عامة، والرفع من المدخول ديال الفلاحة اللي كينشطوا في هاد السلسلة هذه. الفلاحة لا زالت وزينة بمناصب الشغل ديالها وبالإنتاج ديالها رغم الظروف الصعبة اللي كنعيشوها يعني بسبب الجفاف. ثانيا أن هاد الفلاحة عرفت خاصة في منطقة اللي كتعرف بخزان المغرب عرفت واحد التطور كبير من ناحية الإنتاج، لأن لاحظنا أن هناك يعني منتوجات جديدة اللي ما كانتش معروفة منتوجات مغربية كانت تستورد، مثلا نعطيكم الكينوا ولا الشيرة إلى ذلك، هذو أمور اللي اليوم ولات موجودة. ثالثا كاينة تقنيات جديدة اللي غتنقص من ذاك يعني الضغط ديال الجفاف على المنتوجية الفلاحة، واللي هي ما يسمى بالزرع المباشر اللي اليوم ولا كيعطي واحد المردودية كبيرة، وحتى الاستهلاك ديالو الماء نقص بأكثر من 30% بالنسبة للاستهلاك العادي ديال الطرق التقليدية ديال الحرث. هذه أمور اللي لابد استحضارها في هذا المعرض اللي عارف واحد الإقبال كبير، واللي يعني الفاعلين فيه وكذلك المستهلكين حضروا له بقوة. وشكرا. لحظة التوقيع ما بين التنظيمات المهنية التعاونية من أجل استعمال للبدارات. وأخيرا نشكر الجميع على ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.